مشاهدي قناة وفر في بيتك منوعات. وفر في بيتك منوعات 3 وقناة منجي للألعاب. النهاردة في الوقت الحالي كل الأطفال بيشغلوا وقت فراغهم في حاجات تافهة على التلفزيون والكمبيوتر، وبيلعبوا ألعاب على التليفون، وده مش صحي لجسمهم، وده يخليهم يصابوا بالأمراض. فإحنا النهاردة أنا وبابا قررنا إن إحنا نقدم فيديوهات على قناة وفر في بيتك منوعات 3 للرياضة عشان نحسن صحتنا. بشكر عبد الرحمن على التقدمة الظريفة دي. الحقيقة إن مجال تخصصي الرئيسي هو مجال الرياضة، فأنا خريج تربية رياضية أساسا، وده مجال عملي في مجال التربية الرياضية. وأنا طبعا من خلال خبرتي اللي بحطها في متناول حضراتكم، النهاردة هنعمل في قناة وفر في بيتك منوعات 3 مجموعة من الفيديوهات اللي بنمارس فيها الرياضة أنا وابني، وده طبعا في ظل الظروف الموجودة حاليا في المجتمع، وهي جلوس أولياء الأمور والأطفال في البيت مدة طويلة جدا، فإحنا هنحاول نشغل وقت فراغنا. طبعا كل الأسر متجمعين في البيت، والأولاد زي ما إحنا عارفين بيشغلوا وقت فراغهم في أوقات طويلة جدا قدام التلفزيون، وده بيسبب أمراض السمنة. فإحنا النهاردة هنقدم لكم مجموعة من الفيديوهات الرياضية، وطبعا ده مجال تخصصي، وبإذن الله هتستفيدوا منه كتير جدا، وهقدمها لكم بصورة شيقة بحيث إن أخلي ابنك أو بنتك هي اللي تطلب منك: قوم يا بابا العبوا رياضة، قوم يا بابا نلعبوا. احنا مش هنقول بقى نلعبوا رياضة، هنقول قوم يا بابا نلعبوا. وفي نفس الوقت هنقدم فايدة كبيرة جدا للجسم، سواء لولي الأمر سواء للأولاد. وفي ذات الوقت ماما طبعا هتقدم لنا مجموعة من الفيديوهات الخاصة طبعا بإذن الله في قناة وفر في بيتك منوعات. انتوا زي ما انتوا عارفين القناة متنوعة، بتقدم الزرع، وبابا هو اللي بيقدم الفيديوهات بتاعه المزروعات اللي انتوا شايفينها ديت، وهيعرفكم ازاي تزرعوا في البيت بدون ما تستخدموا اي كيماويات عشان نحافظ على صحتنا. وطبعا انا في المطبخ بقدم لكم وجبات غذائيه مختلفه ومتنوعه وكمان متكامله عشان نحافظ على صحتنا وصحه اولادنا. وهقدم كمان مجموعه من الحلويات الغنيه بفيتامين سي اللي هتحمي جسمنا بإذن الله من الفيروسات وبتقوي جهاز المناعة. وطبعا زي ما انتم عارفين والمشاهدين قناة وفر في بيتك منوعات، ان احنا دايما حريصين على ان احنا نقدم محتوى هادف ومفيد لنا ولأولادنا وصحتنا. وهنقدم كمان مجموعة من المشروبات في فيديوهات مختلفة بتقوي جهاز المناعة، لان احنا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه محتاجين فعلا نشرب حاجات تقوي جهاز المناعة وتحافظ على صحتنا. وطبعا انا حريصة دايما في كل الفيديوهات بتاعتي بتاعت الطبخ ان انا اقدم لكم وجبات غذائية متكاملة، لان طبعا انا مدرسة علوم مش طباخة ولا حاجة، بس انا من هواياتي الطبخ. وبإذن الله القناة هتفيدكم جدا، وكل بيت من بيوتنا دلوقتي حريص، وكل أم حريصة إنها تنظف بيتها وتنظف إيدين أولادها وتنظف وش أولادها والفيروسات المنتشرة دلوقتي وخاصة فيروس كورونا. فإحنا مقدمين في القناة عمل صابون وصابون سائل في البيت، ده طبعا عشان ما تنزليش وتشتري صابون وما تضطريش انك تنزل الشارع وتحتك بالناس. احنا بنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة وعلى البارد، ما بنحطوش على النار ولا حاجة. وده الصابون اللي بننتجه من مادتين اثنين بس لازم يكونوا موجودين في البيت، ودول طبعا اكيد موجودين في البيت لان منهم مادة وهي الزيت اللي بيفضل من الالية، وده طبعا متوفر موجود في كل بيت وكل الناس بترميه، ومعظم الستات بيرموه. احنا ما بنرميهوش في قناة وفر في بيتك منوعات، وبنصنع منه صابون مفيد وصحي ما بيأذيش البشرة. كمان تقدري تعقمي بيه وتغسلي بيه الحيطان وتغسلي بيه الملابس وتغسلي بيه ايديكي وتغسلي بيه اي حاجة انت عايزة تعقميها او تنظفيه. وبإذن الله هحط لكم الرابط بتاع الصابون والصابون السائل اسفل الفيديو للي حابة تتفرج عليه. واهم نقطه بحب اوضحها لكم في الفيديو اللي متقدمه النهارده، ان جميع الفيروسات اللي في الكون ملهاش علاج، والعلم حاليا لم يكتشف اي علاج لاي نوع من الفيروسات، وده لسبب بسيط جدا، ان الفيروس دايما في حاله من التطور المستمر والتغيير دايما في جيناته الوراثيه،
وده بيعطل اي نوع من الادويه. فلما اكتشف انا نوع من العلاج او مضاد لنوع معين من فيروس معين، فبيقوم الفيروس مطور من حالته الجينيه وحالته الوراثيه بمقاومه هذا العلاج، ودي حاله دايما مستمره في جميع انواع الفيروسات، ودي العلماء كلك عارفينها. وان اهم وسيله عندي لمقاومه الفيروسات هي تقويه جهاز المناعه، واهم وسيله تقويه جهاز المناعه هما نقطتين مهمين جدا جدا جدا، بدايه الحاله النفسيه، ثانيا الغذاء اللي انا باكله، ودي طبعا احنا حريصين عليها. اما الحاله النفسيه فاحنا بنقدم لكم في قنواتنا حاجتين مهمين جدا للراحه النفسيه، وهي النهارده باذن الله هنبدا اول برامجنا في الرياضه، ودي مهمه جدا للحاله النفسيه. تاني حاجه تربيه النباتات وتربيه الحيوانات، ودي بترفع من الروح المعنويه للانسان وبتقوي جهاز المناعه فعليا، وده مش كلامي انا، ده كلام العلماء واجريت عليه ابحاث كتير جدا واثبتت جدارتها في ان تربيه النباتات وتربيه الحيوانات من الحاجات المهمه اللي بترفع وبتحسن جهاز المناعة. وفي نهاية الحلقة بتاعتنا بتمنى كل الصحة والسعادة لكل مشاهدين قناة وفر في بيتك منوعات، وفر في بيتك منوعات 3 وقناة منجل الألعاب. وبتمنى من كل أم إنها تكون حريصة على تقديم وجبات صحية وغذائية متكاملة لأولادها عشان تقوي جهاز المناعة وتحافظ على صحتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.